كنتش جبت تاني. نادية نامت مش هتاكل تاني خلاص. معقولة؟ يجي لها نوم وهي قاعدة معاكي؟ ده أنا ببقى بعد الثواني لحسن يا خوصة. بطل بكش. ده حقيقي مش بكش. ده ولا كلام دكاترة ولا كلام كتاب. ده كلام واحد بيحب. مش عايز حاجة من الدنيا غير وقت. وقت زيادة مع الست اللي بحبها. وقت يوريها قد إيه هي مهمة بالنسبة لي. طب شوف لنا كده الساعة كام بدل ما الوقت يسرقنا زي كل مرة. ده كويس؟ يعني نسيت ميعاد مهم. طب خلاص المستشفى قريب. روح انت وانا هاخد نادية ونروح لوحدينا. ده ميعاد مع عايدة. وراح وقته خلاص. أول ما نمشي هكلمها وأعتذر لها. متسكتيش، قولي لي بتفكري في ايه؟ ما انا لو قلت لك هتتضايق اكتر مما انت متضايق. يا ستي قولي لي وخليني نتضايق سوا. على الاقل نواسي بعض. بدل ما كل واحد متضايق لوحده. على الاقل احنا قاعدين هنا سوا. انما هي لوحدها ومتضايقه ومفيش حد يواسيها. أنا عمري ما قصدت أذيها ولا أجرحها ولا حابب أكون سبب في مضايقتك ولا حيرتك دي. أنا بتعذب وأنا حاسس إني بظلمها وبظلمك. بس أنا كمان لو كدبت على روحي أبقى بظلم نفسي. أنا قعدت سنين قلبي ما دقش لحد مع إني حاولت أقنعه إنه بيحب. لكن هو كان عارف اني بكتب. او يمكن كان مستنيكي. يلا يا عم ابراهيم. السلام عليكم. ربنا يصلح حالك. الله يكرمك.